العبره مو بالتخصيصات الماليه، يا ما خصصنا اموال موازنات انفجاريه طيله اكثر من 15 سنه. العبره في تنفيذ المشاريع بشكل صحيح. هو ابتداء يفترض احنا نرتب الاولويات، نختار المشروع اللي يحقق اكبر خدمه ومنفعه للمواطن، وخصوصا ما يتعلق بموازنة المحافظة. المحافظة موازنتها موجهة لخدمة أبناء المحافظة، خدمات الأساسية، ومعروفة هي الخدمات الأساسية، خدمات البلدية، الصحة، التربية، الكهرباء. الكهرباء بما يوازي الوزارة، ما نريد المحافظة تروح للإنتاج، لا، أكو مشاريع ممكن تسند بها الوزارة وشركاتها. فالمشاريع الخدميه يفترض احنا نتعامل مع التخصيصات مع اي موازنه باهميه ترتيب الاولويات، اختيار المشاريع، ثم سلامه الاجراءات للوصول الى افضل الشركات، المقاولين، المنفذين، مرورا بالتنفيذ الصحيح والمتابعه الدقيقه والتاكد من تنفيذ المشروع وفق المواصفات.